يا عمي يا عمي رد عليه، انا ما بعرف، انا بدي مصرياتي. عم تدبب ان شاء الله، عرف مقامك ولا؟ ليش عمي انا بشغلتت، انا بشغلتت، انا دينت منيره خانو مصاري وبدي مصرياتي. شو هالحكي، دينتها ولا اعطيتها مصاري وبالعلامه قلت لها شغلي لي اياهم؟ تعال شوف ليك واسمك موجود بالدفتر. وهيتو انت شاهده. اسمع فاروق بيك، انا دينت منيره خانو وهي اسمي مكتوب بالدفتر وبدي مصرياتي. دينتها عطيتها مصاري ولا يهمك، حقك مضمون، كله مسجل هون بالدفتر، بس هلا ما في مصاري، على القليلة لحتى نعرف شو الحكاية ولا نعرف لشو أخدوها كمان. فاروق بيك لا يقوموا يجوا ياخدونا نحنا كمان. لا لا لك اسمعوا شوي، شو رأيك نكف مغيب أنا وياك يقوموا هلا يرجعوا ياخدونا؟ إيه بس لبين ما نعرف شو الحكاية، لأنه نحنا ثلاثة شركة مثل ما بتعرف، لا يعملوها ويجوا ياخدونا. فاروق بيك ببوس ايدك، انا عندي ولاد لمين بدي يتركهم؟ شو بدك انت التانية؟ لو بدهم يعني كانوا اخدونا، انا كنت هون قلت لهم انا خالة، ما اخدوني، اخدوها لها. بس مشان شغلة الشركة ولم المصاري. ايه شو يعني؟ مش غلطنا نحن، مصاري الناس لك ملحوشة بالبنك، بكره بروح بسحبهم وبعطي كل واحد حقه على دوس مرة. قال كف مغيب قال ونهرب، وبدي اهرب، وبدي اهرب واترك بنت اختي بالحبس. وبناتها لحاله. لا ما من حدا غيري. تسكتي تتسبب بلا بلا. لكن شو بدنا نساوي؟ لازم نعرف وينها. اولا لازم نعرف شو بدنا نساوي، مو بجوز بدها توكيل محامي، لازم نعرف وين اراضيها بالاول. يعني مصرياتي بامان عمي فاروق بيك؟ شو يعني سرقناهم بلا شرشوح؟ من بكره الصبح رح بسحب المصاري من البنك وكل واحد بياخذ حقه بحطب. بس انا بدي اعرف الاول وين وقفوها. طيب انا راح اروح واعرف لك وين وقفوها وخبرك، بس كل شيء بحسابه عم. خلص خلص هتموتي حالي. اذا ما لك اسم لا بالشرطه ولا بالنيابه ولا بقصر عدلي، يعني وين بدهم يكونوا اخذوها يا استاذ؟ نعم وهدول شو دخلهم كمان؟ جرم اقتصادي. بس نحن ما عملنا شيء يعني يأذي حدا او يضر حدا. يا استاذ هابش، هن لما اجوا لحتى ياخذوها طلبوها إلها، قلت لهم انا خاله ما رضوا ياخذوني معها. نعم حدا يعني حدا رافع عليها دعوه؟ مين بده يرفع عليها دعوه؟ الشغله ما صار لها يومين ثلاثه، يعني محل الناس تخاف على مصاريها. كيف يعني؟ هلا بدي اسالك هلا نحن اذا عرفنا وينها يعني شغلتها بتطول؟ نعرف حدا يعني حدا يطلع بايده؟ مين بنعرف حدا يطلع بايده؟ سمعاني بجوز شغله ماما تطول. اصلا انت السبب كله. انا شو دخلني؟ انا قلت لهم انتجوا مسلسل وروحوا لموا مصاري. لا بس انت اللي جريتي رجلهم، مو بعيد كمان يكون خاله جاي الدور. يعني اذا نحبس خاله منضل هيك بلا ام وبلا اب وبلا خاله؟ لا لا لو اخذت الموبايل معها كانت اتصلت فينا. انت الثانيه شو تاخذ الموبايل معها؟ اني كانوا خلوه مع الموبايل، بحياتك شفتي واحد مسجون وبيده موبايل؟ بقف وهي ما اتصل وراحت علي الحفله. يا رد دقيله مو عم تقولي ابن مسؤول؟ دقيله بركي بيسال وينها. شو بدك يعني له اني محبوسه مثل المجرمين؟ دور لي عليها. ايه شو فيها؟ هي ماما على الاقل بنعرف وينها، حدا بياخذنا لعندها ناخذ الاغراض. ماما اجت ماما. ماما اهلين ابو راضي. كيفك عمو عليا؟ منيحه. عمي فاروق بيك هون؟ ايه هون. فوت خالو هذا ابو راضي. صدقني يا فاروق بيك صرت حاطط 500 ليره اجار تاكسي، روحها رجعها، رجعها روحها. مع هيك عملت كل اتصالاتي بكل الناس اللي بعرفهم وكلهم قالوا لي انه ما بيعرفوا حدا باسم منيره اكريكوز وما عندها حدا مطلوب بهالاسم. ما بيصير يا ابو راضي ما بيصير، اذا المحامي قال لي انه ما له اسم لا بالشرطه ولا بالنيابه. خالو خالو ليكون في حدا خطفه وبده فديه. حلي عني انت التاني، انا ماني ناقصك. مين بده يخطفها يعني؟ إذا جاز الطفش منا، هن شو بدهم يستفيدوا منا؟ بيستفيدوا يا خالو، يا خالو وين بدها تكون لك؟ أنت بالذات سكتي، ليكون ما سألت عنها يا أبو راضي، وجاي عم تلحش كلامك لحش هيك لحتى تخلي طرفك، أنا بعرفك، وبعدين عم تقلي إنك درت مشان لحتى تاخذ مني 500 ليرة وخفت إنك تسأل عنها، إيه ولا لا؟
أبي شو بدي أحلف لك يا فاروق بيك إني سألت حياة عينك، درت على فروع فرع فرع وشفت واتصلت بكل الناس اللي بعرفهم، والناس اللي بعرفهم مهمين كتير مهمين كتير، وكلهم قالوا لي إنه ما بيعرفوا عنا شيء. على العكس يا فاروق بيك، استغربوا القصة واهتموا كتير بالموضوع، وهن هلأ عم بيدوروا عليها، وقال ما بصير حدا غيرهم يهتم بهيك شغلة. قالوا لي كمان لا يكون في حدا إلو تار معه وبده ياخده. والله لا انصع رابتكم، والله لا انصع رابتكم، أنا يصير فيني هيك؟ افتحوا وليه؟ ليانا ماما ماما افتحي لي. سامعيني الله يخليك، التوبة التوبة ماما، أنا غلطت الله يخليكي. ماما اسكتوا ليه؟ رقبتك بدي امصعها، أنا فرجيكي. منيرة تعي ادي بقى خلصينا، مالي فهمان الطيخ من البطيخة، ليش شو دخل يارا بالموضوع؟ وانتو لساتكن واقفين عم تطلعوا علي؟ ليش انتو احسن منا؟ وانتي ست فريدة انتي احسن منا؟ ولك صفي شي ما تفتقتي عليه، شي بدك تغني وشي بدك تمثلي وشي بدك تتجوزي، وانا اقول لحالي معلش سايريا خليكي وراها بلا ما تحطمي لها احلامها، وشو النتيجة؟ ولك شو النتيجة؟ انتي معك ما في نتيجة. في ماما في، خلص خلص الله يخليكي، بس انتي ارضي علي بساوي اللي بدك اياه. وانتو كمان شو؟ احنا ما سوينا شي. ايه ما سويتوا شي، ليش؟ ليش ما سويتوا شي؟ ساووا حبيبتي، شو ناقصكم؟ مو بنات اكريكوز؟ ساووا. هدي حالك ولك يا بنت اختي، هلا بيرتفع ضغطك وبيشحك راسك، فهميني شو القصة؟ انا صاير فيي مثل الاطرش بالعراضة. وانت ابو راضي؟ انا ما دخلني خانوم، انا شو ذنبي؟ ما عملت شي. شو واقف عم تعمل هون؟ عم تتفرج ما؟ لكن فيلم سينما، تفرج ابو راضي تفرج، معلوم لانه صرنا فرجه. طيب طيب خانوم انا رايح، فاروق بيك هدي الله يوفقك، الله يخليك فاروق بيك. ولك حاجه بقى فضحتيني انت من العالم، انت فهميني شو القصه؟ احمدي ربك، احمدي ربك اللي طلعت القصه هيك. يعني كل القصه انه بنتك حكيت بالتليفون مع الشاب وطلعت معه بالسياره، يعني مو شيء ثاني منو؟ شو الشيء الثاني؟ شو الشيء الثاني انفادي برايك؟ قصة المصاري. الحمد لله الحمد لله اللي طلعت الشغلة ملعوب من ام الشاب اللي بنتك حكيت معه بالتليفون وطلعت معه بالسيارة مشان تبعدها عنه. خلص خالي، نحن الغلط راكبنا من فوق لتحت، وبنتي غلطت، وهذا الشيء اللي خلاها تمسكني من ايدي اللي بتجاني، بس انا ما عم صدق انه هذا اللي صار معي. ويارا لسه حسابها ما خلص. طولي بالك منيرة خانم، مشان الله طولي بالك، بتصير مع أرقى العائلات، المهم نرجع المصاري لأصحابها. وانت فاروق بيك مشان الله ما بدنا ننام بين القبور ونشوف المنامات الوحشة. قال قال ايه، لا تخافي فادي لا تخافي، بكرة الصبح برجع المصاري لكل الناس. شي ما بيطلع، أنا لازم أمشي. بعمل هيك بعمل هيك، بلبس الشاكين. لا بدي روح. وين رايح خالي؟ رايح شو بدي اعمل هون؟ ربي بناتك منيح يا منيرة، بنات اخر زمن وزمن اخر زمن، وبدي اقول عليا وين هلا؟ طلعت من اوضتها وفاتت على المطبخ. هيك امدي راسك منيح، شو فيها؟ شو عم تساوي؟ يلا فاتت على البلكون عم تحكي على التليفون، اكيد عم تحكي مع انتي مطيعة. روحي راقبي انتي. شو كيف صرتي هلا؟ جسمي كله عم بيشعني. تستاهلي، يعني لو ما عملتي هيك ما كانت صارت كل هالشغله. شمتاني ما؟ لا ماني شمتاني، انا زعلانة عليكي، زعلانة كتير. اصبري اصبري هلا، بس لا تنام ماما، نطلع على الاسطوح بنمد لك اكل بالحبله على شباك الحمام. لك ليش لا تنزلوا الاكل بالحبله؟ نفتح باب الحمام تطلع بتاكل وبترجع بتفوت على الحمام. ما فيها تطلع، المفتاح مع ماما. ما اسكاكم، في طقم مفاتيح تاني ماما مخبيته بدرج طاولة الصفرة. إلا حبيبتي ما عنا طقم مفاتيح تاني. يا حرام يا يارا، بدك تضلي محبوسة بالحمام. لا ما حضل محبوسة بالحمام، لأنه في طقم مفاتيح تاني وأنا شفته. بقى بلا لأمني ما حدا على راسه خيمة. يعني أنا بضل محبوسة بالحمام؟ روح أكوة.
شيء حترد علينا بجوز تحبسنا معه. اصبر يا يارا الا ما خالو يحاكيها بكره. يا بنتي محبوسه بالحمام خاطره حالي بالليل، تعالوا حبسوا معي. بالله وشو دخلنا نحن لحتى نجي نحبس معك؟ انا رايحه ما بدي ضل واقفه هون، اخذت برد. يا يارا حبيبتي اصمدي انت شوي حفكر لك بحل. يا بنات اجتني فكره. شي ما بيتصدق يا مطيعه. ايه حبستني بالابو، اخذوني من هون من البيت على فيلا كبيره وبعدين نزلوني على الابو وخلوني بلا اكل وبلا شرب وانا عم بضرب اخماس باسداس. عم اقول لحالي يا ترى شو بده يصير فيني، شو بده يصير بخالي، شو بده يصير ببناتي اذا خالي انحبس معي. بس نحنا ما سرقنا، ما غلطنا. ايه معك حق، في غيرنا بيعملها بس نحنا ما بنعملها. مطيعة شو عم تحكي انتي؟ ايه خسرنا؟ ما بعرف والله اذا خسرنا شو ممكن نعمل. معك حق، لا خلص ما بدنا اياها الشغلة كلها، ما بدي اياها اذا بدي يجيني من وراها وجع راس. يارا ضربتها، اول مرة بحياتي بضرب بنت من بناتي، ضربتها وحبستها بالحمام. لا ما بدي طالعها، خليها لحتى تتربى ولا فكر شو بدي اعمل معها اول. اي ماما ماما يارا عم تبكي عم تبكي، قال بطنها عم يجعها. بسيطة طنط، الهيئة شغلتها بسيطة، بظن إنها آخذ برد ومقربي قريب قوي. شو يارا؟ حبيبتي ماما؟ حرارتها مرتفعة، حأعطيها من عندي خفض حرارة. ويا ريت انتو تعملوا لها شويه كمادات بارده دفوها منيح واعطوها من هذا الدواء كمان اللي انا جبته معي احتياط. يعني ما في شيء خطير؟ لا طنط ما في شيء خطير، طمني بالك. وانا هلا كمان بتصل باستاذه وبستشيره، واذا في شيء تاني لازم تاخده بقلكم عليه. يسلموا ايديك دكتور، عزبناك. اخر السنه بصير دكتور، بس فيني اعالج حالتها لا تخافي طنط. واذا بدك هلا باخذها على المستشفى، الي رفقات كثير دكاتره ممكن يعتنوا فيها. خلص دكتور، طالما انت شايف انه شغلتها مو خطيره خلص. لا طنط شغلتها بسيطه، بس بدها راحه ودفى وهالحبوب وللصبح بتصير منيحه. الله يطمنك. قلي انتوا الكم زمان طنط ساكنين هون؟ ايه عرفتهم، هادون بيت مدهنجي، هدون تقبريني سكنوا جديد بالبناية اللي مواجه بنايتنا، بس في إلهن ولد بيحمل صدرية بيضة وبيروح. لخليك شراية ولا مستأجري؟ لا تقبري قلبي، هدون شراية أخذوا البيت نفضوا وسكنوا فيه، ما إلهن يعني شهر شهر ونص ساكنينه. شو بيشتغل الأب؟ على هوا ما سمعت بأنه تاجر بالحريقة، بس هيئتهم في معهم مصاري كتير.
يعني في عندهم سيارتين، واحدة للأم وواحدة للأب. وكم ولد عندهم؟ على المزبوط ما بعرف، بس بشوف هذا ابنهم يلي بيحمل صدرية بيضة، وكمان في عندهم بنت بتحمل صدرية بيضة، ويمكنها في عندهم ولد صغير أول طلعته بيركب بسكليتي، لأنه سمعت أم طلال عم تحكي لأم فادي عنهم، يمكنها إنه بيعرفوا بعض وفي زيارات بينات بعضهم. ألو، أهلين أم فادي، ليش ما أجيت اليوم تشربي قهوة؟ تعي. تاري عنا جار ظريف ونحن مانا دريانين. أنت ما بتتربي؟ لسه مبارح أكلتيها من أمك، وحمدي ربك إنه مرقت على خير. عم بقول لحالي ليش لازقة عند الشباك ليل نهار. أنا؟ ما في هيك شيء. ما في هيك شيء. شفتكم، شفتك كيف عم تطلعي عليه وهو عم بيطلع على فريدة. هو عم يطلع على فريدة أساسا، أنت ما كنتي مسترجية تفتحي عيونك أمك بالأوضة. لا تخافي علي حبيبتي، بشوفه أنا عيوني مغمضة. خير شوفي، على شو مختلفة؟ شوفوا حبيباتي، إذا كنتوا عم تحكوا عن جارنا الدكتور فما في داعي أبدا إنكم تختلفوا، لأنه ببساطة أنا حبيته، حسيت إنه ستايل، هذا هو فتى أحلامي. كتير عجبني يا أنفادي، شاب لطيف كتير ومربى، والهيئة أهله كتير أكابر. إيه كتير أوادم، كتير كتير فوق ما بتتصوري. حكت لي عنهم أم طلال وقال إنه جوزها بيعرف الأب لأنه بيكون شريك صاحبه، والأم يعني الست أم وليد قال مرة كتير راكزة وظريفة وطيوبة. ورحتوا زرتوهم؟ لسا مانك شايفة كيف ملتهيين بقصة المصاري؟ صحيح على هالسيرة فاروق بيك ما جاب المصاري؟ اتصل فيني وقال من جهته رجع لكل الناس مصاريهم واسترجع الوصولات وفك رهن البيت، واليوم بعد الظهر بجيب لك باقي المصاري مشان ترجعيهم لاصحابهم. ان شاء الله ما يتاخر، لاني وعدتها لام طلال نروح لعند ام وليد ونبارك لها بالبيت. ايه منيح لكان، بروح معكم واجب، وبطريقي بتشكر ابنها. يا الله شو لطيف وحباب، الله يخلي لها اياه، شو له لهفه وشاطر. واجب طبعا واجب. من امتى بتحبي تروحي على مشاوير مامو وام فادي؟ اه من زمان بس ما كنت فاضية. يعني هلأ فضيتي؟ وانتي ليش محرورة؟ اه البسي وروحي ما احسن من قعدتك على الشباك. لا حبيبتي، هي خليها عم تدرس الياباني انفع لها، اصلا ماما لو كان بدها اياها تروح معها كانت قالت لها الا وما قالت لي الي. لو ماما ما بتفتكر انك كنت عم تكذب كنت حملت حالي ورحت بدون ما يقولوا لي. لا اخليكي مشان ماما تكتشف القصة وترجعنا على الحمام كلنا سوا، مو كل مرة بدي أكلها مشانكم ستيارة. يلا باي، ببقى بحكي لكم شو حيصير معي بالزيارة. يا أمي منك يا أمي، يعني لو رحنا على النادي وعملنا رياضة هنيك مو كان أحسن لنا؟ لك ما قلت لك ما بقدر روح، يارا لسه مريضة لهلا حرارتها ما نزلت. إيه بس أنا لما اتصلت فيكي قلتي لي إنك عند الجيران عم تشربي قهوة. ايه مزبوط، للضرورة احكام رحت لعندهم مشان اتشكرهم لانه ابنهم حكمني بنتي نص الليل. ايه طيب اذا هيك تعبانة كل هالقد ليه ما اخدتي على المستشفى؟ ولك ليش لا اخدها على المستشفى؟ منيح اللي ما اخدتها، لانه جاية الدكتور كان فيها خير مو ليارا بس. لمين لك؟ لفريدة. لفريدة؟ لفيفي نفسها ذاتها؟ مين هي حياتيني؟ ليش شبه فريدة؟ كمان مريضة؟ لا بس الدكتور وليد عجبني كتير، هذا هو يلي بيناسب بنتي فريدة، دكتور وابن عيلة بناسبها. منيرة انت فظيعة، بركي هي اللي ما بتناسبه، بعدين بركي اهله خاطبين له خالصين. لكن انا ليش رحت؟ مشان اعرف واتعرف على الجماعة، شو ظراف شو اكابر مثلنا، وبقلب الحديث فهمت منها انه ناوية تخطب لابنها وتجوزه قبل ما يطلع على امريكا. حتى لو كانت ناوية بركي كان في براسة وحدة تانية. لا استدرجتها بالحكي وفهمت منها انها عم تدور له على عروس، والظاهر عجبتها بنتي فريدة. عم قلك شو بوستها؟ شو بوستها قبل ما نروح؟ ميمي رح تجننيني، الجواز اسمه ونصيب، فهميها بقى، اتركي بنتك بحالها، اتركيها ليجي الشخص المناسب من حاله لحاله. لك ايه تاركتها شو عم بساوي انا؟
صحية مطيعة؟ عزمت أم وليد بكرة لعندي على الشاي، تعي لعرفك عليها. ماما البس فاتح ولا غامق؟ أنا بيلبق لي أكتر. لا البسي فاتح. إيه بيلبق لك أكتر. حزري شو تلبسي؟ بلوزك الأزرق بيطلع كتير حلو مع لون عيونك. فكرة. رولا حبيبتي بكرة وانتي راجعة من الجامعة مري لعند كوكيز جيبي لي جاتو، أنا بتصل فيه الصبح وبوصي عليهم. شبها ليش قامت؟ يمكن بدا مع القريب اللي كان معي يعرف ولازم دكتور. أخ هي خلصنا من شغلة المصاري، الحمد لله اللي ما فتنا هيك فوتك أبو جعل راسنا، وكان أبصر بأني مغفر كنا هلأ. أربى ضارة النافعة. كيف يا رأى؟ إن شاء الله حست بغلطة. لكن خالي حست بغلطة وما عادت طلعت برات البيت، وأنا كمان خلصتها وخلصت أختها الموبايلات وريحت راسي. هيك شد عليه هون، خليه يوفروا مصروفهم، الحال ما عاد مثل أول يا بنت أختي. معك حق خالي، بس يمكن في جماعة جايين يخطبوا فريدة، بدي إياك تسألي عنهم قبل ما يصير شي. حاكوكي شي؟ لا خالي لسه ما حاكوني، بس قلبي قايل لي إنه بدهم يحاكوني، لأنه ما في غير رايحين جايين عم يزوروني. ومن بيت مين؟ بيت المدهنجي. آه مدهنجي. ماما طنط أم وليد أمه للدكتور بدي إياكي. ألو أهلين أم وليد. يا ميت أهلا وسهلا. طبعا بتشرفي إمتى ما بدك، اليوم المساء. إيه أهلين وسهلين. طيب مع السلامة. ما قلت لك قلبي آي. وافقي ولك بنت أختي وافقي ولا تترددي. سألت عن الجماعة سمعتهم مثل المسك وحالتهم المادية منيحة. بس خايفة على زعل فريدة خالي، هي أول مرة بتتحمس للخطبة. يعني إذا ما إجا نصيبة منوقف بطريق أختها. هلأ رولا شو رأيها بالموضوع؟ موافقة بس ما بدها تزعي الأختها. الدنيا اسمه نصيب، المهم أن إجا نصيبة. وأنا هيك عم أقول خالي، شايف رولا من طول عمرها عقدتها يسرى، من هي صغيرة ما عذبتني بنوب. رولا ردي ماما، هدول أكيد بيت المدهنجي دول يعرفوا الجواب. ماما ردي أنت الله يوفقك، أنا ما بدي رد. لطيف شو بتستحي التانية. ألو مين؟ وديع وينك انت؟ ليش ما عدت حاكيتني؟ جاية؟ منين عم تحكي؟ من المطار؟ انو مطار؟ خالي وديع بالمطار. وديع؟ مين وديع؟